الوحيد الذي يوسع هامش الحياة بالنسبة لي. مدار آخر من الحياة. شيء عالمي. تحدثت أكثر من مرة إنه هناك الكثير من الروائيات من أمريكا، من هنغاريا، من الأرجنتين، من كثير من كوريا، عانوا من الحط من قدرهم وعدم أخذ رواياتهم على محمل الجد. هناك كاتبة هنغارية اسمها سيري تقول: أنا سعدت كثيراً عندما وصلت 56 من عمري، لأن التجاعيد التي ظهرت على وجهي جعلت القراء يأخذوني على محمل الجد. إذا كانت رواية جيدة ستبقى، وإذا كانت رديئة ستنسى. الآن الرواية مترجمة إلى 9 لغات عالمية، مرشحة إلى جائزة أدنبرا للرواية. آخر رواية قريتها رواية لروائية فرنسية من أصل سنغالي اسمها طقس سيء، اسمها ماري، أنصح بقراءتها. هي ترجمة دار كلمة، وهي رواية صغيرة من تقريباً 150 صفحة، لكن رائعة بكل معنى الكلمة.